يعني واحد السكان ديال المنطقه السميه ديالنا فيه اعتذار يعني من المنطقه الثلاث نعقو جماعه الشباب اقليم الحرس. بالنسبه خويا الليله اللي طرا فيها الزلزال يعني واحد الليله يعني اللي مفزعه الناس يعني ما ناعسينش الديور غايبين على الناس يعني واحد الحاله يوشلا يعني تقريبا الناس واحد يومين ما ناعسينش مواكلين ما وصلهم حتى شي حاجه وطريق يعني تحبسات على الناس هنا بالنسبه للدور دابا حاليا يلا رجع الضو وتقريبا الضو رجع في هذا الدوار دابا اللي نتوما فيه دابا حاليا هو اللي فيه الضو اما بالنسبه للضواوير الاخرى ولا الضواوير التحتانيين تقريبا راه ما وصلهمش الضو بالنسبه لهذا المشكل هذا راه واحد المشكل اساسي حيت دابا مثلا التليفونات الناس الا بغاو يعني الجمعيات كيصونوا على التليفونات هنايا ما كيلقوش مع من يستجبوا يعني اول حاجه هي الضو الضو يعني وصل الضواوير الفوقانيه وبالنسبه لواحد المشكل عاوتاني كاين عندنا خويا هي يعني يصيفطوا لنا الخيمات يعني فين يكونوا الناس حيت دابا مثلا عندنا الدراري الصغار كينعسوا يعني في هذا يعني كينعسوا في الزنقه في هذا البرد هذا يعني واحد الحاله يرتلى يعني كتحس دابا راه واحد شويه يعني ديك الوقت ملي كتوصل ديك الوقت ديال من 3 لـ2 ولا من 1 لـ2 يعني راه كتكون بحال الفصل ديال الشتاء يعني كيكون واحد البرد قارس بزاف ويعني الناس ما معولينش يعني على هذا الزلزال هذا غيوقع الناس ما عندهم الحوايج ديال البرد لا والو يعني الناس بمعنى الحوايج ديال الصيف وهذا وجا هذا الوقت دابا ديال دومي سيزون يعني كتغير دابا كتغير دابا الجو هذا يعني واحد البرد اللي قاصح بزاف والدراري ما عندهم كلشي الديور كلشي ترابو ما كاين لا موانت لا اي حاجه ما كاين حتى شي حاجه غتعتق الناس هذا هو المشكل اللي كنعانيو منه بالنسبه لهذا اللي قلت لك القطار وداك الشيء خص ضروري هي اول حاجه يعني كنطلبوا من جمعيه يعني شي جمعيه اللي يعني كتشوفنا من هذا المنبر هذا يعني اللي بغات تساعدنا بشي حاجه القطار هما اللوني القياطن القياطن هما اللوني يعني شحال عندكم شحال عندكم دابا التقريبات ديال الساكنه في الدوار الساكنه بزاف الدوار ما تحصلش واحد 1000 ولا قطع يعني انا العصا غادي يخصكم الخيامي بزاف خيامي بزاف اخويا خاصنا خيامي حيت دابا علاش الناس راه ما كايناش شي باقي شي دار هنا صحيح والبرد يعني الناس يعني واحد البرد اللي قاصح بزاف يعني هاد الناس هادو الا ما كاينش الخيامي يعني باش يخيموا ويكونوا مونطاج وهذا وثاني حاجه واحد الحاجه واحد الحاجه اللي اهم هي الدواء يعني كنشوف مثلا شي هذا لومبيلاس هادو هذا كيطلعوا ما كيجيبوش معاهم الدواء فين هو الدواء هذا الناس الجرح هذا كيكون كاين الناس اللي تقطع عليه يدي كاين اللي جارح كاين اللي راسو كينزف فين هو الدواء هذا واش هذا الله بنص كيعطوا حتى السبيطار ديال محمد السادس ما كيجيبوا معاهم حتى الدواء فين هي الدوله هذه تحرك تجيب لنا حنا الدواء هنايا الناس يعني الناس كاين اللي راسو تفلخ كاين هذا اللي لا فهمش اللي رجلو تهرسات يعني واحد الحاله يرشلها اول حاجه كان هذا راه نمشيش يعني ديال التعاونيات للدواور يعني اي دواور يعني كتفرخ ديك البركه اللي كيجيبوا لنا الناس وهذا كيقول لك الله يحميك واش عندكم شي بوماده صفراء واش عندكم بيطاديل واش شفتونا شي فاصمه واش كاينه فين هما هاد الناس هادو فين هما يعني الناس مصدرون لنا صعب واحد الحاله يرشلها واحد الحاجه اخرى كنطلبها يعني من الحكومه من هذا المنبر هذا يعني يديروا واحد الاجراءات طارئه ماشي زعما طارئه ديال بصح يعني يديروا تعويض لهاد الناس هادو بالنسبه للديور علاش فصل الشتاء جا يعني فصل الشتاء على الابواب يعني واحد اليومين هادي راه محركه واحد الحراره هنا خايبه ديالاش ديال الشتاء جايه في الطريق هذا هو المشكل يعني اغلبيه الناس هنايا راه ما عندهمش الديور هاد الناس هادو فين الا جا الشتاء فين غيكونوا زيرو اي واحد هنا ما عندوش دار حنا اللي كنهضروا معاك كنباش اخويا في الزنقه راه كنفرقوا هنا انا كنشوف دابا اللايفات ديال مع يعني الاذاعات الاخرين كنفرقوا في هذا في السلعه كنمشيو هنا كنجريو هنا كنجيو عاوتاني هنا كنصوبوا الخبز الناس كان يعني واحد الحاله يرتلى يعني الناس دابا واحد المشكل غنلقاو يعني الحكومه في اي حاجه عندها جوج حلول يا اما غتعطي تعويض لهاد الناس هادو تبني لهم الدار يا اما هاد الناس كاملين غيهزوا حوايجهم غيقصدوا المدن يعني الا ما دارش لهم التعويض هنا باش الناس يبقاو هنا يعني نشوف واحد التضخم في المدن واحد التضخم اللي ماشي التضخم ديال واحد التضخم ما عمر غتشوفو المغرب في حياتها يعني المدن مراكش تحناوش يعني هذا غنشوفو كامل يعني الناس دابا الناس كنهضر معاك دابا الناس كيهاجروا دابا الناس دابا يعني اللي عندها يعني شي يعني غتخوى المنطقه لا تخوى المنطقه خويا راه دابا حنا في الفيلاج غنطلع لك دابا شي ضوا ورا نوريك التصاور نوريك هذا راه غتخلع راه تقول راسك ما عرفتش واقيلا حرب عالميه ثالثه طايره هنا راه حرب عالميه ثالثه راه الناس اخويا راه باقيين تحت الانقاذ راه الريحه واش كتشموا الريحه الريحه ديال بنادم راه حنا كنشموها راه حنا بنادم راه كنجبدوا والزود خارج فيه وكنهزوا كنديروا فمنا ميكا وكتا كندفنوا راه لا اله الا الله محمد رسول الله يعني اول حاجه كنطلبوها من الدوله هي القيطان يجيبوه لينا من الحكومه يجيبوا لينا القيطان يعني الجامعه السكان ماشي القيطان يجيبوهم واحد البلاصه صافي راه هنا راه الضواور راه بزاف راه واحد الله يحصى والجمعيات كنطلبوا منهم يعني اللي غيجيب لينا شي حاجه يعني كيجيبوا داكشي وانا واحد الحاجه كيجيبوا داكشي ديال
دانون بيمو هادشي ما عندنا ما نديرو به باش نجيكم صريحه الاخوان. شوف العدس اللوبيه شي حاجه صحيحه الزيت السكر اتاي يعني كان الجمعيات بالنسبه للجمعيات اللي غيجيبوا لنا اللي غيقدر يتعاونوا معنا يجيبوا لنا المواد الاساسيه الاساسيه. اما داكشي ديال بيمو هذا اش معنى ما نديرو به؟ يعني اللي بغى يجيب لنا شي حاجه يجيب لنا المواد الغذائيه. هنا دابا راه حنا في الحانوت هاد الدوار كاع فيها 1000 دوار الجامعه فيها 1000 دوار 2000 دوار الحانوت وحده اللي كاينه هنا. وهاد الشركات فينا هما هاد الشركات هادو يجيبوا لنا السلعه كنصوروا على الشركات الناس ما عندنا حتى السلعه باش نعطيوها للناس. البوطاش ما كاينش البوطاش عند الناس فاش غنطيبو كلشي تريب فينا هما هاد الشركات هادو يجيبوا لنا البوطاش يعطيو الناس البوطاش فينا هما؟ واش حنا ضروري البوطاش يجيبوه منا بالفلوس؟ واش المساعدانو حتى هو فينا هو الناس بغاو الحليب فينا هو الليسانس حتى هو ما كاينش ليسانس والو كاع الجمعيه طلعوا بقاو اون بان يلاه فينا هما هاد الجمعيات كاع الا غيطلعوا مثلا هنايا الا غيطلعوا يجيبوا لنا معاونه بقاش اون بان هنايا الجمعيه طلعت معها البارح مشينا للجماعات ايغيل بقى اون بان تما كاميو كبير خوينا بقى اون بان تما فينا هو ليسانس هذا فينا هاد الحكومه هادي تحرك تجيب لنا سيتينا الدار ليسانس انا والو ما شفنا حتى شي حاجه والو عطينا لينا هاد الشفاوي يعني الله يجازيكم بخير. واحد المشكله اخرى كنعاون منها الضو الضو يعني والو الشمع ما كاينش ابسط حاجه والله حتى كيجيو الناس الالاف ديال الناس كاين دابا هنا خويا كاين دابا هنا اللي باغي الشمع ما لقاش ابسط حاجه الشمع ما لقاوش الناس هنا ها هما جاي الناس على الشمع تما دوار اغونديس هنا جماعه ديال اغونديس يعني الناس ما بغاو الشمع ما كاينش اصاحبي حتى الشمع الشمع والو ما كاينش فينا واش الشمع دابا باش يشعلوا الناس ما لقاوش خلي عليك الضو ابسط حاجه بغينا هو الشمع وما كاينش وفينا هو خلينا باقي نهضروا على الضو ما لقينا حتى الشمع وفينا هاد المسؤولين هادو دابا يلاه فينا هما يعني واحد الحاجه كنطالبوا يعني من الحكومه كنطلبوا من الحكومه ومن يعني الجمعيات اللي كنشوفونا من هذا المنبر هذا والمسؤولين حتى هما يتحركوا ما يبقوش لينا ناعسين تما يعني واحد تذكرهم تذكرهم معاك بالمنطقه المنطقه خويا المنطقه يعني حنا كنتواجدوا هنايا على بعد كنتواجدوا هنايا على واحد المسافه ديال 20 كيلومتر على بؤره ديال الزلزال على البؤره ديال الزلزال حيت البؤره ديال الزلزال فينا هي دابا كنهضر معاك هذه المنطقه هذه كي كنزيدوا كنطلعوا للضواور كتلقى واحد الكارثه كتقرب المنطقه ديال البؤره ديال الزلزال البؤره ديال الزلزال وجماعه ايغيل يعني الناس تما راه ما بقاش شي دار صحيحه تمايا والو كلشي مشى الناس مشردين وخويا واحد الحاجه عاوتاني اغونديس تاكطيش عندك جماعه ايشوكاك عندك جماعه امزغوني جماعه اوكدمش وجماعه اخبار هذيك خلينا هذيك راه الحكومه تحرك هاد الجماعه بعدا هادي كتستنجد الحكومه اخبار هاد الجماعه هادي راه ما وصلاش حتى شي جمعيه باش انا راه عارف انا الجمعيات دابا راه كاع تقريبا الجمعيات اللي كيجيو في السطر يعني كتكلف بهم هنايا كنسولهم الدواور اللي غادي ليهم كنقول لهم هاد الدوار حطينا في هاد الجمعيه راه بقى هاد الدوار بقات هاد الجماعه يعني واحد الجماعه كنستنجدوا منها يعني هادي الخدمه ديال الحكومه هادي طيارات الله يجازيكم بخير جماعات اخبار يعني واحد الاستعجال اللي بزاف يعني اللي سيديو لنا الطيارات تما يديو المواد الغذائيه. شكرا على المشاهده. اذا اعجبك الفيديو اضغط على زر الاعجاب. لا تنسى الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.